استكلام. ألو، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخيرات، من معنا؟ أهلين، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، شو الأخبار؟ كيف حالك أختي؟ كويسة؟ كويسة الحمد لله. من معنا؟ معك سوسو. سوسو، من وين تكلمي فينا؟ أنا أتكلم فيكم من الريقاتا. من الريقاتا، أهلا بيك. أنا مش نكلمك أنتي غزلان. كلميني، أنا معك. لا مش نكلمك أنتي، أنا بنكلم حوتة حبي. نعم؟ الحوتة اللي بحداك. خير الله علي صاري. وينك يا حوتة؟ خيرك انت امس فريقاتها تبيش تعدل عليا؟ نعم امس انت عطيني موعد فريقاتها تبيش تعدل عليا يا حوتة. لا انا سمعت. لا ما ادريش روحك ما سمعت، قلت لك امس نكلم فيك فريقاتهم بيش تعدل عليها. قالت امي ما تكلم ابنك يا روش حوتة. نعم امس انت عطيني موعد فريقاتها تبيش تعدل عليا، وعلى خاطر تشوف في غزلان الحلو بحتاج تحس تبي تعدل عليا. اني حق المقلب طبعا، هو واضح عليه، لكن انا امي قلت لي ما تكلم اولاد. قصدي بنات. حوتة انعم. ايوه كان بينا يا حوت على شكل. ترى يقول ذكريني يا عمتي سوسو بالكلام اللي بيناتنا، ترى لو سمحتي. انت عرقت يا حوت. ما غير تسهويك. لا والله بعد غير تسهويك. ما غير تسهويك يا حوت، بالله عليك ما غير تسهويك. انا انت على الهواء توا. على الهواء مباشرة. انا على فكرة عرفت مني. انعم. ما كملي. كملي يا سوسو انعم. اسمعني، اليوم بتجي ولا مش جاي؟ ومن جاي؟ حال اوف هذا. لا معناها سوسو بجد. غير دقيقة يا سوسو، انت مش على الهواء؟ لا انا على الهواء يا سوسو. مش معقولة تخليني اطلع على الهواء هيك عادي؟ ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. في عندكم غداء ولا عشاء؟ قصدي حشيشتي ماكلة. انا ماكلة حتى في رومانسية؟ عادي انا ما بصيرش. اسمعني عبد الرزاق، ما بصيرش هني راح. انا بعد دقيقة نقول لك حاجتين بس. انا دقيقة بس. دقيقة بس. ما مشى. انا اسمع يا سوسو. اوكي انا راس مالي 5 جنيه باين راس مالي 5 جنيه. فرياده بقول لك انا حق غزلان. غزلان حق همبرجر. فرياده قول لي يا سوسو، خليك معي يا سوسو، انت حبيبتي. نعم حبيبه غزلان. نعم يا سوسو. كلمي غزلان، قولي لي هيك ما عادش عدل علي يا بكل. لا والله ما دخليش فيها لي مواضيع يا بين. والله على البقص مثل موضوع شريره. اني قصدي لنا غزلان، خليك معي. ما عرفتني خليك بيناتهم. صالح بيناتنا. اديني الحاجه. الو انا عم يا سوسو. حاجه قلت لها بالله. انا بديش احكي لك، ما تعرف شيء. خير حوته ما عادش تبي تكلمني ولا عادي؟ ما عادش يكلم، لان قلت لامي ما عادش تكلم بناتها. انا بس الرجاله انت تصور انت مش حتتعدى عليا حالك بتبكي. لا والله شكله بجديات يا حويت الموضوع. فديما نقول لكم انا يا شباب اعطوا للفانز يعني شويه من وقتكم، مش حتخسر حاجه. امس يعني امس يعني اكثر يوم امس طبعا ما فيش. انا امس قالوا لي ان انت كنت في الرقاط وكان الجو حلو بجديات وبارك الله فيك يعني. فحتى في اكثر من شخص كان حاب يصور معاك، وللامانه يعني وصلت لي ان الدوا قصدي ما كنتش يعني فريندلي معاه. ما كانش متواضع بالضبط. انا حق انا غير كي نكمل مع صوص نشوف حبي لما نحب ما نعرفش. انا عم يا حبي محمد. انعم علي قال لي حبي يسعدك. لا أنا حويت لا شكل المكالمه بجديات، فاحترم البنت واحترم مش عارف انا على الهواء. فكلمها بجد وشوف شنو تبي يعني. هو علي حبي. الو وين حبيبتي يا حبي؟ لا مش للدرجات دي يا قصدي هي حبيبتي سوس مش عارف انا. انا حنسحب. يكون احسن انسحب معك يا غزال. اللي بيطلع معي يطلع معي توا. مش عارف غزال. انا قلتينا غزلان ماشي. غزلان انسحبت، ما زال ايهاب بينسحب، حاطيني بننسحب وراها. ما هو انت لو كملت مع سوس بتسحب لي كل الجمهور. بالله لا والله العظيم. خلاص تمام خلينا نكمل مع سوس. ايوه سوسو. الو. نعم. الو السلام عليكم. معقوله مني معقوله؟ عفوا بس حويته لحظه شوي حويته. اختي لا بموضوع لو بجديات ولا لا؟ انا على الهواء احنا حاليا فمش عارفين يعني بجدياتنا لو مقلب لو لو, لو لا يعني محمد شيبه. انا نتكلم بجديات. اعطيني موعد انا في الرياضه ولا ما شاف بنويت مش عدل عليا. انت تعرفيه قبل حوتة يعني ولا امس يعني كفانز تلاقيتي معاه في الرياضه؟ بجديات نتكلموا توا يعني. ايه بدي اتكلم. شنو تعرفيه قبل ولا لا؟ ما عرف حوتك معي في المعرفة. شن جمعاتك بعلاقة دراسة؟ حوتة هو يعرف مش لازم يقول عنها. بقولت نقرأ معك في المعهد. انت فاهم اني فاهم سيمستر. انا شنو فاهم سيمستر؟ انا نقرأ شنو تحقق معي على الهواء؟ عادي مو نفس الشيء. قصدي انت قلت تقري معي في المعهد وعرفتيني معناتها اني فاهم سيمستر. اوكي معشان اوكي 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 قولي. والله لا 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 انا اصلا ما فيش اكلم بنات ليبي بكره. انا ضروري اكلم بنات سوا انا.
فصلت المكالمة. إنها فصلت المكالمة. أنا كأني خذيت عليك فكرة غلط حوت. بالله عليك هيك تقول صح ولا؟ مقولة هيك أخو. وعد الفن مش بس كلام.